Yep, Subhan al Rahim. احنا كنا اخر حاجه اتكلمنا فيها المره اللي فاتت كانت الايه الديفولت بارامترز، وكنا قلنا ان لما انا بعمل ديفولت بارامتر، الديفولت بارامتر ده وظيفته ان انا بفترض ديفولت فاليو للبارامترز الموجوده عندي في الكونستراكتور، وسواء انا بعت مثلا يعني انا هنا في عندي 3 بارامتر وبديهم بزيرو، لو ما بعتش اي بارامتر زي اللي موجود هنا يبقى في الحاله دي كان انا بعت له 0 0 0. لو انا بعت بارامتر واحد يبقى اول بارامتر اللي هو 5 ده هيتحط في اول بارامتر عندي هنا، والاثنين الباقيين يبقى زيرو. لو انا بعت 2 بارامترز هيبقى ده اول فاليو وده يبقى ده ثاني فاليو، ويبقى ثالث فاليو هي زيرو. لو بعت الثلاثه بارامترز يبقى مش هيعمل اي حاجه بزيروز، وهي هياخد الثلاثه بارامترز اللي عندي. وقلنا ان انا لو انا رحت للديفولت بارامتر لازم اخد بالي من حاجه مهمه قوي، ان انا ايه، ان انا مش هيبقى عندي غير كونستراكتور واحد، لان انا هنا ما عادش في اختلاف عندي، هو الديفولت والغيره ايه، هما الاثنين ايه زي بعض. اوكي طيب، عندنا حاجه تانية في ال اوبجكت اورينت بروجرامينج مع الكونستراكتور بالذات اسمها انيشاليزيشن ليست. ايه الانيشاليزيشن ليست دي؟ الانيشاليزيشن ليست دي بتستخدم مع الداتا ممبرز اللي موجوده عندي في الكلاس. طيب بتستخدم معاها ليه؟ علشان تعمل لها initialize. طيب جميل قوي، يبقى انا الوظيفه بتاعت الانيشاليزيشن ليست ان انا استخدمها مع الداتا ممبر اللي موجوده عندي في الكلاس عشان اعمل لها ايه؟ initialize. جميل؟ طيب ازاي بعمل لها initialize ده؟ ان انا باجي اقوم حاطط كل داتا ممبر، او بعد ما اكتب الكونستراكتور احط كولن اللي هي نقطتين فوق بعض، وبعدين بعد كده احط الايه الكونستراكتور بالداتا ممبرز بتاعتي وافصل بينهم بايه، وافصل منهم بكوما. يعني ايه؟ لو افترضنا الاكزامبل اللي موجود عندنا ده، عندي كلاس اسمه تيست. الكلاس اللي اسمه تيست ده له 2 بارامترز، من التايب انت في A ومن التايب كاركتر في B، والكونستراكتور بتاعه اهو. فانا جيت جاله بارامتر من التايب انت اللي هو اسمه اي ومن التايب كاركتر اسمه جي، فانا خدت الاي دي حطيتها في الاي، وخدت الجي حطيتها في الدي، حاجه زي اللي احنا كنا عاملينها في الاي، زي اللي احنا كنا عاملينها في الكلوك تايب اللي احنا كنا عاملينه بقى لنا فتره شغالين فيه. طيب كده ده التصرف الطبيعي اللي احنا كنا عاملينه. ايه بقى الانيشاليزيشن ليست؟ زي ما قلنا ان انا الانيشال فاليو دي بدل ما احطها جوه الكود احطها جنبها هنا. ازاي؟ زي اللي انتم شايفينه هنا كده، ادي نفس الكلاس بتاعنا، عندنا الانت اي والكاركتر بي، وعندنا التست اللي هو الكونستراكتور بتاعه. فقلت له التست واخد بارامتر من التايب انت اي ومن التايب كاركتر جي ومن التايب كاركتر جي. هي اللي جنبها دي اللي انا حطيتها هنا دي اللي احنا بنسميها initialization list. ايه ال initialization list هنا؟ انا خدت كل member variables، خدت كل member variables عندي خلاص اهو اللي هو كان اسمه ايه، وقلت له اعمل له initialize بالاي، وخدت member variable التاني اللي اسمه بي وقلت له اعمل له initialize بالجي. حلو كده؟ وفصلت بينهم بالكوما زي ما قلت، وحطيت قبليهم الايه الكولن اللي هنا. اللي موجود عندي بالاحمر ده كله هيحل محل بالظبط ايه؟ بالظبط اللي كان موجود عندي هنا ده. خلاص؟ هو ده معنى ده بالظبط. خلاص كده؟ طيب وهو انا لازم انيشاليز كل الممبر فاريبلز اللي عندي؟ لا مش لازم، ممكن انيشاليز واحد منهم والتاني ما عملوش انيشاليز زي اللي موجود عندنا ايه هنا كده اهو. انا هنا جيت عملت ايه؟ قلت له والله عندي كلاس تيست بتاعنا انت ايه وكاركتر بي وده بابليك، والتيست انت اي وكاركتر جي، واقول له والله اعمل لي انيشاليزيشن ليست لمين؟ ان الاي بتساوي او ان الاي بتساوي الاي بس، وارجع هنا خلي لي البي ايكوال الجي.
الكلام اللي انا كاتبه ده هنا ده ينفع، واللي انا كاتبه ده هنا ده ينفع، واللي انا كاتبه ده هنا ده ينفع. لو انت بتقول لي طب انت يا دكتور لو انت بتكتب الكود هتستخدم مين؟ طبعا هستخدم دي. طيب ليه يا جماعة هستخدم دي؟ ببساطة شديدة، انا لما بعمل initialization list انا بوفر operations. طب يعني ايه يا جماعة اللي انا بقوله ده؟ يعني انا في الحالة العادية اللي هي زي دي، اول ما عرفت الكلاس اللي اسمه test وجيت قلت له ان انا عندي object من type test، هيقوم عامل ايه؟ هيقوم رايح معرف التست ده وعامل initialize لل A وال B دول بأي value rubbish. خلاص يبقى عمل التو اوبريشنز دول، عمل انيشاليز للاي وعمل انيشاليز للبي، اداهم فاليوز. جميل. وبعدين قمت انت جاي هنا قلت له ان الاي بتساوي الاي والبي بتساوي الجي، يبقى انت هنا عملت ايه؟ انت هنا عملت تو اوبريشنز زياده. انما لما انا جيت استخدمت الانيشاليزيشن ليست ده مكنني ان انا اعمل ايه؟ انه هو بيكرييت الاوبجكت راح عمل له انيشاليز بالفاليو اللي عندي، فبدل ما عمل له انيشاليز الاول وبعدين ام رايح عامل الاساينمنت اوبريشنز دول التو اوبريشنز زياده، لا عملهم كلهم ان وان ايه ان وان جوب. مين مش فاهم؟ هو الخط قطع ولا حاجه يا شباب ولا ايه يا شباب؟ لا ما قطعش الحمد لله، بس لسه مخضوضين. لا مش مخضوضين، سهلة. طيب طب الدكتور انا بس يعني طفت شوية لان الماوس ما كانش بيتحرك مع حضرتك فما فهمتش قوي. ما فهمتش قوي. طيب تاني، تعالي نعيدها تاني. انا هرجع اهو، نطلع تاني كده اهو ونرجع من الاول تاني اهو ونعرضه. ماشي الماوس. طب صلحي لي بقى اذا كان خليه ليزر بوينتر كده كده باين. اللي كانت بتقول الماوس ما كانش باين يا شباب، كان في حد بيقول واحده كانت بتقول الماوس. ايوه انا يا دكتور. لا هو مش باين لسه كده. مش باين ده، انا خليته نقطه حمراء كبيره. ها مش باين. طيب خليه اوتوماتيك. طب كده باين. كده الماوس باين. هو السكرين عندي معلقه يعني على حاجه معينه حضرتك عاملها. ايوه انما انا ما في، انا بحرك بحرك الماوس بقى. كده تمام. كده تمام. طيب في حد تاني مش شايف الماوس وهو بيتحرك يا شباب؟ ما حدش. طيب تاني، ايه الانيشاليزيشن ليست؟ انا دلوقتي بستخدم الانيشاليزيشن ليست اول حاجه في شرطين اساسيين. اول حاجه ان انا استعمله مع الكونستراكتور، تاني حاجه ان انا اعمل انيشاليزيشن لممبر فاريبلز. خلاص كده متفقين؟ يبقى انا initialization list عشان تبقى موجودة لازم تبقى موجودة مع الconstructor ويكون اللي بعمل له initialization member variable، غير كده ما ينفعش. جميل؟ طيب ايه اللي بيحصل في الطبيعي من غير ما استخدم initialization list؟ ان انا جيت عرفت class اسمه test لاثنين member variable، واحد من type int اسمه a، واحد من type character اسمه b، وادي الconstructor بتاعهم. هيجي لي من الطيب انت فاريبل اسمه اي ومن الطيب كاركتر فاريبل اسمه جي. هاجي جوه الكود بتاعي اقول له والله يخلي لي الاي بتساوي الاي، الفاليو اللي جاي لك في الاي حطها لي في الاي، والفاليو اللي جاي لك في الجي حطها لي في البي. حلو كده؟ ده طبيعي جدا جدا جدا. عشان تبقوا متخيلين حاجه زي كده تعالوا نروح للاي للكونستراكتور بتاعنا اللي كان الطبيعي اهو ده. انتوا شايفين السكرين بتاعت السودا دلوقتي؟ حد يقول لي يا دكتور. تمام. انا هنا لما جيت في الكونستراكتور قلت له والله انا هيجي لي
من الطيب int hh ومن الطيب int mm ومن الطيب int ss. فحنقول سيبك من set time اللي انا كاتبها، كنت حاجة اقول له ان ال hour مش كده، حاجة هنا اقول له ان ال hour بتساوي mean hh، وان ال minute بتساوي mm ماشي، وان ال second بتساوي ss صح كده؟ ده كان الطبيعي اللي انا ايه اللي انا هعمله. حلو؟ طيب الطبيعي اللي انا هعمله ده ايه اللي حصل في الباك جراوند بقى؟ خلاص؟ اللي حصل في الباك جراوند ان انا لما جيت اعرف اي فاريبل من التايب كلاس تايب ده او كلوك تايب ده اهو كده، فبيقوم عامل ايه؟ بيقوم جاي رايح مدور على الممبر فاريبلز بتاعته اللي هي الاورز والمينتس والسكندز، ومديها انيشال فاليو اي رابش من الميموري، فيعمل لها انيشاليزيشن. خلاص؟ ولما جيت انا استخدم الكلوك تايب ده الكونستراكتور، فقام هياخد الاورز دي هيحطها في الاتش ار، والام ام هيحطها في المينت، والاس اس هيحطها في السكند. يبقى انا هنا حصل انيشاليز للاورز والمينتس والسكند وهو بيكرييت الاوبجكت، وهو هنا قام جه حط الفاليوز هنا، فحصل ثلاثة اوبريشنز ثانية. جميل؟ لما انا بقى بستخدم الانيشاليزيشن ليست ايه اللي بيحصل؟ باجي هنا زي ما انت شايفين هنا اهو نفس اللي كان موجود هناك، بس باجي هنا استخدمها بشكل مختلف اللي هو الانيشاليزيشن ليست. بعد ما انا حطيت اسم ال كونستراكتور بتاعي وقلت له البارامترز بتاعته، اقوم حاطط كولن اللي هو نقطتين فوق بعض ده اللي انا قاعد الف حواليها دي، واقول له حط لي في الاي الفاليو بتاعت الاي كوما، حط لي في البي الفاليو بتاعت الجي، واقوم رايح فاتح البراكت واقفله. طيب لو انا عايز جوه الكونستراكتور هنا اعمل اوبريشنز ثانيه، اعمل زي ما انت عايز ومال، مش حاجه تزعل يعني. خلاص؟ ده هيعمل ايه بقى يا شباب؟ احنا قلنا ان في الطبيعي انا بروح اعمل انيشاليز، مش كده؟ في الطبيعي بروح اعمل انيشاليز بفاليوز للاي والبي دول، وبعدين هاجي هنا اعمل اوبريشنز ثانيه ان انا احط الاي في الاي واحط الجي في البي. انا لما بعمل انيشاليزيشن ليست بختصر الاثنين دول في اوبريشن واحده، انه هو بينيشاليز الاي يحط فيها اسف هو بينيشاليز الاي يحط فيها الاي، وهو بينيشاليز البي يحط فيها الجي. ماشي كده؟ وبالتالي بوفر عندي من الاي من الاوبريشنز اللي انا بعملها اللي هي ممكن ما يبقاش ليها لازمه. طيب هو انا لازم انيشاليز التو ممبر او كل الممبر فاريبلز بتاعتي؟ لا مش لازم انيشاليز زي ما انت عايز، زي ما انا هنا عامل. انا هنا عملت انيشاليز لمين؟ للاي بس، انما البي ما عملتلهاش انيشاليز. ممكن البي اقول له اف البي اف الجي مش عارف بتساوي كام اعمل ايه وهكذا. فيبقى بالتالي انا لو انا عارف ان انا عندي ممبر فاريبل معين في الكونستراكتور اقدر انيشاليزه بالفاليو، هقوم رايح اعمل لها انيشاليز على طول. طيب لو ما كانش ممكن اعمل كود جوه زي ما انا عايز. تعالوا كده ناخد الكود بتاعنا ونستخدم فيه الانيشاليزيشن ليست دي. حد يقول لي بقى هنا هعمل ازاي بالانيشاليزيشن ليست؟ يلا مين اللي هيقول لي؟ دكتور هعمل كونستراكتور الاول اهو اللي انا واقف عنده من سطر 31 ل 35. قول لي هعمل ايه في سطر كام؟ قول لي في سطر 31. جميل. سطر 31 فين؟ هنا هو مطرح ما حضرتك واقف. مطرح ما حضرتي واقف هعمل ايه؟ هحط اللي هي الكولون. كولون ايوه. وبعدين اكتب اسم اسمه فوق اسم الفاريبل اللي هو اتش ار. وبعدين افتح براكت واقول له ايه؟ ها؟ وانا هدي له انيشاليزو هحط فاليو زيرو. زيرو برافو عليك. طيب واللي بعديه؟ ها نفس الكلام بقى مع المينت والسكند بالظبط كده. مينت اهي خليها بزيرو وبعدين كوما، و
second افتح براكت واخليها بزيرو واقفل البراكت تاني. خلاص كده خلاص انا تمام. طيب هل بعد ده انا محتاج اللي جوه دول؟ لا مش محتاجين. لا طبعا مش محتاجهم خلاص يعني. شكرا متشكرين أو مش عايزين منك حاجة. نعم. هو الموضوع ده بقى كله لازمته ايه؟ بيعمل ايه؟ حلو السؤال ده. الموضوع ده كله لازمته حاجة احنا اتفقنا عليها من اول ما ابتدينا الكورس بتاعنا، اللي هي ايه؟ اللي هي احنا كل ما قدرنا نوفر operations ونوفر memory كل ما كان الكود بتاعنا افضل. جميل؟ الموضوع ده لازمته انه بيوفر لي operations. ليه؟ لان كده كده الانيشياليز بتحصل، فهذا عندي ثلاثة operations بتوع initialize حصلوا برابش من memory. طب ما نعمل لهم initialize بالvalue اللي انا عايزها. يبقى في الحالة دي كأني كده شايف الحتة اللي انا عاملها highlight، دول هيحصلوا هيحصلوا، فانا لما استخدمت دول كأني وفرت عليا الايه الثلاثة statement اللي هنا. دكتور هتقولي طب ثانية واحدة، هتقولي طب هي فرقت الثلاثة statement. خد بالك ان الثلاثة statement دول كل ما انت بتكرييت object انت بتكررهم تاني، ماشي؟ فهي لو انا متخيل بعمل array of clock type، الarray دي فيها مليون element، يبقى انت وفرت 3 مليون operations كده من غير ما انا افكر. حد كان بيقول لي دكتور هو بس انت حاجة تعيد الحتة حاجة بتكتب علشان الكهرباء عندي قطعت، فعمال ما فتحت بس من 3G. يلا بينا تعالى نعمل كنترول زد كده. يا دكتور يعني الفرق بين بس الطريقة دي والطريقة اللي قبلها، احنا بس بنوفر حجم الميموري مش اكتر. ايه مش الميموري يا مريم مش كده؟ قصدي الاوبريشنز. قصدي الاوبريشنز. الله ينور عليك الاوبريشنز. تمام. يلا الجدع اللي الكهرباء قطعت عنده مليني بقى نعمل ايه؟ اللي هو انا اللي هو النقطتين فوق بعض دول. ايوه كولن وبعدين ها ونكتب اللي هو الاتش ار ونعرف جواها البتاع بتاعها. هو ده زيرو صح؟ ايه الجمال ده بس كده زي الفل. وبعدين المينت وافتح البراكت واقول له زيرو، وبعدين السكند وافتح البراكت وافتح البراكت واقول له زيرو. اذا انت زي الفل يا باشا. واجي بقى هنا خلاص انا دول ما عادش محتاجه مينيمور، شكرا خلاص وفرت التلاتة دول. طيب الران هيشتغل زي الفل. هيشتغل خلاص تمام شكرا. اهو ران وطلع النتائج وتمام التمام وزي الفل مفيش اي مشكلة. وانا ممكن معلش يا دكتور اكتب جوه الكونستراكتور ده operations؟ لا مش فاهم يعني ايه. يعني اقصد مثلا if مثلا احط conditions مثلا او هنا جوه او اي حاجة هنا جوه اكتب اللي انت عايزه. تمام اكتب اللي انت عايزه بتاعك. طيب يلا بقى مين هيمليني الكونستراكتور التاني؟ عايزين نحوله ل initialization list. ده لا حضرتك واقف عليه. ايوه ده سهله، تبقى نفس اللي فوق بس حط اتش اتش في ال. برافو عليك. يبقى حط كولن واقول له ان الاتش ار خليها بتساوي مين بقى المره دي؟ اتش اتش. وبعدين بالظبط كده ان المينت خليها بتساوي مين اس اس ام ام سوري وان السكند خليها بتساوي اس اس. تمام وخلاص بقيت مش محتاج دول. شكرا. طب انا دلوقتي كنت حاطط حاجة تانية خلاص. كنت عامل ايه؟ كنت حاطط الكونديشن بتاعه السيت تايم. هل ينفع احط كونديشن دلوقتي؟ ما اعمل كل السيت تايم وخلاص لو يعني لو ده لا مش كده. هي بالظبط كده. تعال فكر كده. انا دلوقتي الطبيعي انك انت هتدخل لي تايم مظبوط مش هتدخل لي تايم بايظ، صح كده؟ طيب لو دخلت لي تايم بايز هتعمل ايه؟ حد يقول لي الكونديشن اللي انا هكتبه هنا. يلا يلا السطر اللي انا واقف فيه ده قول لي الكونديشن بتاعه. تايم يا دكتور ايه؟
يعني لو مثلا الاورز المفروض لازم تبقى اكبر من جميل من 0 واقل من 24، جميل، يبقى ايه في الاور؟ وده طب فرقت ايه؟ ما هو ده سؤالي بقى، فرقت ايه عن الست تايم؟ اصبر بس عليا، ايه في الاور ماله للزان 24 and لا سوري greater than or equal 24 or فين الاور هنا اهي or الاور مالها للزان زيرو اعمل ايه بقى هنا؟ هحط مثلا الاور بزيرو. برافو عليك بالظبط كده. لا تفرق عن الست تايم. فانا هنا انا خلاص انا حطيت الفاليو بتاعت الاور بالاتش اتش، فهي خلاص بقت الاور عندي بكذا، والمينت بالام ام والسكند بالاس اس خلاص. طيب لو الاورز بقى اللي اساسا كان اليوزر مدخلها لي كانت 50، فهي دي جريتر ذان اور ايكوال 24 خلاص، يبقى خلاص يبقى انا هقول له ايه، هخليها زيرو. ولو المينت الاور كتبها لي بماينس 5 هخليها له بزيرو برضو. اقدر ان انا هنا اعمل الكلام ده بالنسبه مين اللي هيمليني بقى بتاعت المينتس يا اولاد؟ ايه اللي هيمليني بتاعت المينت؟ دكتور بدل الأول هتبقى مينت، وبدل 24 تبقى هتبقى مينت 60، وبدل والسكند برضه نفس 24 الكلام. هتبقى 60 اهي مينت، ودي هتبقى مينت ماشي. اخد نفس الكلام كنترول سي وروح اعمله كنترول في، ايه ده هتعمل كده برضو، ودي هتبقى سكند هتبقى صح كده يا شباب. خلاص انا كده عملت الانيشاليزيشن. خد بالك من حاجه، الطبيعي ان انت هتدخل الفاليو صح، مش الطبيعي انك هتدخل الفاليو ايه، انك هتدخل الفاليو غلط. فعشان كده تعمل ايه، تحط الانيشاليزيشن فاليو مظبوطه تمام، وتروح تتشيك والله بقى الفاليو اللي دخلت لي دي لو بايظه انا هظبطها ايه بايدي. مين لسه الموضوع ملخبط بالنسبه له؟ واضحه يا شباب؟ واضحة؟ تعالوا بقى واضحة. ننقل لحاجة جديدة. هو أنا ينفع أستخدم الأري مع الكلاسز؟ ينفع أستخدم الأري مع الكلاسز خلاص؟ لكن خد بالك من حاجة، إنك لما بتعرف أري أوف كلاس بيروح دايما وهو بيكرييت الأوبجكت يستخدم مين؟ الديفولت كونستراكتور. معايا؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو انا جيت قلت له من الكلوك تايب عرف لي فاريبل اسمه arrival time employee، وده عباره عن array فيها 100 element، يبقى انا دلوقتي arrival time ده في 100 class او object من التايب بتاع كلوك تايب. هو مش في الطبيعي لما انا كنت عرفت من الكلوك تايب arrival time ده بس من غير ما يكون array، كان الطبيعي انه بيروح ينفذ الكونستراكتور صح كده، وكنت انا بيبقى عندي التشويس ان انا اختار الديفولت كونستراكتور ولا الكونستراكتور اللي with parameter. في حاله ما انا بستخدم array يبقى هو هيروح ينفذ بالنسبه للمية دول مين؟ الديفولت كونستراكتور، مش هيروح ينفذ الكونستراكتور اللي هو ايه with parameter. ماشي كده يا شباب؟ طيب ليه يا شباب؟ لان ما ينفعش ان انا هنا اروح اكتب له هنا parameters جنبه، يبقى في حاله الاري بيروح ينفذ الديفولت كونستراكتور. وهنا بقى يظهر لنا الاحتياج الشديد جدا للست ايه، الست تايم اللي كانت عندنا اللي انتوا كنتوا مش قابلينها قوي. تعالوا نيجي هنا تاني، انا هنا جيت قلت له والله يا عم
عرف لي هنا من التايب كلوك تايب، عرف لي C1. C1 دي عبارة عن array of 5، هي 5 element. بس هيروح هنا يعرف ال 5 element باستخدام الديفولت constructor. انا مش مصدقك، مش متأكد من كلامك، يلا نديبج ونشوف الكلام اللي انا بقوله ده ينفع ولا ما ينفعش. اهو يلا بينا، ادي ستارت. شايفين يا اولاد سي 1 عامله ازاي هنا على اليمين؟ شايفين الاورز والمينتس والسكند بتاعت اول اليمنت، اورز والمينتس والسكند بتاعت ثاني اليمنت، كله عباره ان هو ايه؟ رابش ميموري، صح كده؟ طيب تعالوا بقى نمشي نخش جوه ده بستيب انتو، خش ستيب باي ستيب اهو. هيخش عند سي 1 واحده واحده، هتلاقيه قاعد يعمل ايه؟ يلف عليهم 5 مرات. تعالى بص كده اهو، راح دخل نفذ مين؟ الديفولت كونستراكتور. ادي اول مره، ادي تاني مره، ادي تالت مره، ادي رابع مره، ادي خامس مره، رجع. طب القيم بتاعت سي 1 كلها عباره ان هي ايه؟ عباره عن انها زيروز. يبقى هو لما انا بعرف array of classes بيروح ينفذ انهي واحد فيهم؟ بينفذ الديفولت كونستراكتور. طيب وهنا بقى السيت تايم مهم قوي. ليه؟ انا هنا محتاج، تعالوا نستوب الراجل ده هنا كده، ان انا اجي اقول له هنا مثلا سي 1 اوف اسمها ايه؟ اوف مثلا واحد معايا دوت سيت تايم، واعمل املا لي بقى فاليو كام؟ 10 و15 20. انا هنا عملت ايه يا شباب؟ انا هنا بعد ما عرفت الكلوك بتاعتي، او بعد ما عرفت الاري بتاعتي اللي فيها 5 اليمنت، الخمسه اليمنت اتملوا بزيروز او من غير زيروز، اتملوا بالديفولت كونستراكت، وات ايفر الديفولت كونستراكتور ده في مكتوب فيه ايه. خلاص؟ طيب انا عايز اغير حاجه منهم، في الحاله دي هقوم رايح اقول له اعمل لي ايه؟ اعمل لي، خد لي سي 1 بس اني سي 1 فيهم؟ اللي هي الاليمنت رقم 1 اللي هو تاني اليمنت عندك، ماشي؟ وست تايم 10 و15 و20. تعالوا برضو نديباج تاني ونشوف ايه اللي هيحصل عندنا في الخطوه دي. يلا ستارت. خلاص هنا هنمشي ستيب اوفر اجين. شايفين السي 1 عباره عنها ايه يا شباب؟ كلها رابش ميموري اهو، شايفينها اللي انا بتحرك بيها بالماوس دي. تعال نقول له ستيب اوفر، كل سي 1 عباره بقت عن انها اورز ومينتس وسكند ايكوال ايه؟ زيروز. جيت بعد كده اهو ستيب اوفر برضو، راح عمل ماي كلوك وماي كلوك 1. وبعدين دلوقتي المفروض ان اول اليمنت عندي في السي 1 يبقى فيه 10 و15 و20، اللي هو اللي انا بعمل له هايلايت ده. ده بدل ما الاور تبقى بزيرو والمنت بزيرو والسكند بزيرو، المفروض تبقى ب10 و15 و20. اهي ستيب اوفر عملها لك بكام؟ اهي الاورز والمنتس والسكند عملها لك ب10 و15 و20. اعمل بقى فيها اللي انت عايزه. خلاص؟ يبقى ده من ضمن برضو الحاجات المهمه قوي اللي انا محتاج بيها الايه؟ السيت تايم. فاكرين كان دايما السؤال هو احنا السيت تايم دي موجوده ليه طالما انا عندي كونستراكتور؟ لا، الكونستراكتور لما بكرييت الاوبجكت، السيت تايم بعد ما الاوبجكت حصل له كرييشن خلاص انا عايز اعدل فيه. انا عندي الماي كلوك كان فيها 10 و34 و45 وعايز اغير الفاليو اللي فيها، كل ده مش هيحصل الا بالايه؟ الا بالسيت تايم ده. واضح كده؟ وكل بقى يا شباب اللي كنا خدناه مع بعض في الاريز مع الاستراكت موجود في الاري مع الكلاس، مش هنعيد بقى نفس الكلام تاني. يعني ايه؟ يعني ممكن ان ممبر فاريبل عندي جوه كلاس يبقى عباره عن ان هو اري. مش بس كده، انا ممكن ان انا وانا بتعامل مع الاري خلاص يبقى عندي هي اري وجواها الكلاس جواه اري، يبقى في دوت بتاعه الاوبجكت
ودوت تاني بتاعه الايه الممبر فاريبل اللي جوه الكلاس بتاعنا ده. واضح كده يا شباب؟ واضحه دي؟ ها مين مش فاهم دي؟ فاهمينا؟ دكتور عندي سؤال. هو دايما لو انا مثلا هستعمل اري مع الكلاس دايما، لو انا لسه ما حطيتش اي values، الفاليو الديفولت بتاعتي تبقى بزيرو على طول؟ ماليش علاقة بهي الديفولت تبقى بزيرو. يعني بصي، انا الموضوع واضح. انا لما هروح اعرف array of classes وهو بيكرييت الاوبجكت دول، هيروح ينفذ مين؟ الديفولت كونستراكتور. خلاص، اللي هو ده الديفولت كونستراكتور. انت بقى عامله جوه الديفولت كونستراكتور ايه؟ دي حاجه بتاعتك معايا. يعني ايه؟ لو انا بتكلم على ان عندي كلاس اسمه سيركل، هانيشاليز اكيد الريديس. هل هانيشاليز الريديس بزيرو؟ لا، تعمل لي مشاكل. امال هعمل ايه؟ هعمل لها انيشاليز بون. واخده بالك؟ فهي هي النقطه في ايه؟ اللي عندك في الديفولت كونستراكتور هو هيروح ينفذه. طب انا عندي سؤال، لو انا اصلا ما كنتش عامله ديفولت اساسا ليه، يعني كان ايه اللي هيحصل؟ هينيشاليز برابش ميموري. تمام، اوكي. ماشي، وعشان كده احنا يفضل دايما نعمل ديفولت كونستراكتور اتليست. ماشي. طيب الحاجه الثانيه، البوينترز مع الكلاسز هي هيها بالظبط لما كنا بنتكلم مع الاستراكت. يعني ايه؟ يعني هل انا ينفع ان انا اقول له من الكلوك طيب pointer C2؟ ينفع. خلاص، ممكن اجي اقول له والله ان C2 ماله بيساوي، يكون بيساوي ايه C2 ده دلوقتي؟ كنا بنعملها تقريبا new. يا راجل، هو مش ده pointer؟ ايه؟ ادرس بتاع الماي كلوك بالظبط. لا، مش ماي كلوك بقى. ادرس بتاع ماي كلوك. ماشي، اهو ادرس. صح والله، صح تمام. ده ادرس بتاع مين؟ ماي ماي كلوك اهي. ماشي، ده كده تمام، ما فيش اي مشكله فيها. طيب هل كان ينفع اقول له من التايب كلوك تايب بوينتر سي 3 ايكوال، حد يكمل لي ايكوال ايه؟ يا رب ينطقوا. ايكوال ايه؟ اللي هو الادرس برضه. لا، مش ادرس بقى المره دي، عايز حاجه تانية. ده البوينتر ده هيبقى شغال لوحده ومنه لنفسه بس. مش عارف. نيو ها كلوك توي كلوك خلاص بقى. سي 2 ده اتحجز له ميموري الوكيشن. زي يا جماعه، احنا الكلام ده كنا بنعمله في الاستراكت يا جماعه، هدوا اعصابكم كده. الكلام ده كنا بنعمله في الاستراكت، ما تنسوش. طيب عايز اسيت الفاليو بتاعت سي 3، هعمل ايه؟ هعمل استرسك سي 3. يا راجل يا دكتور، في ايه؟ لا، مش ده الفاليو حضرتك. ده بوينتر للكلاس. يعني معلش حضرتك، تعمل انيشلايز لايه بالظبط؟ في عايز سيت تايم بتاع السي 3 ب 10 و 15 و 20. المفروض هتبقى سي 3 دوت دوت بقى ال ال سي 3 سي 3 دوت سيت تايم. هتتحط ايوه دوت يا شباب مع البوينتر دوت. لا، داش ارو. اسم الله عليك، داش ارو سيت تايم
وعشرة وسبعتاشر و23 مثلا. زي ما كنا بنستخدم في الستراكت بالظبط، هاجي هنا. طيب عايز ابرنت التايم ها بتاع السي 3 او ليه؟ نفس الكلام برضه. دي 3 داش ارو برنت تايم. ماشي يلا نران ولا نديبج؟ يلا نديبج اهو. اللي بينام معانا ده يلا بينا. ادي خلينا ستيب اوفر بقى على طول. ادي سي 1 اهو الاري بتاعتنا، وبعدين الكلوك عرفنا سي 2، ولو تلاحظ اهو سي 2 موجود جواه ادرس لان هو عباره عن ادرس. طيب سي 2 بعد كده في بيساوي الادرس بتاع ماي كلوك. اوكي لو تلاحظ، بس هو انا ما عنديش الادرس بتاع ماي كلوك، فبالتالي انا مش عارف الرقم ده هو الرقم ده ولا لا. لكن طيب سي 3 اهو رحنا حجزنا له الميموري الوكيشن بتاعه، وخلاص سي 3 بقى عنده ميموري ادرس سي 3.set time اهو. راح عمل التايم بتاع السي 3، مش هيبان عندنا طبعا هنا، لكن طيب سي 3.print time المفروض يطبع هنا اهو. طبع 10 و17 و23 يبقى احنا هنا البوينتر مع الكلاس زي بالظبط البوينتر مكان بيشتغل مع الاستراكت. بستخدم البوينتر في حاجتين، ان انا اقول له من تايب الكلاس بوينتر سي 2 مثلا، واخلي له سي 2 ده بيساوي ادرس بتاع اوريدي اوبجكت موجود. ماشي شغال. طيب لو كنت هنا قلت له مثلا سبيل المثال سي 2 داش ارو مثلا set time، ماشي وغيرتها بقى بدل 10 و34 و45 خليتها 12 و35 و50، كانت ال 12 وال 35 وال 50 دي هتتغير فين؟ عند سي 2 بس ولا عند سي 2 ماي كلوك يا شباب؟ في الاثنين. في الاثنين بالظبط كده. يلا نران ونشوف اهو نديباج برضو اهو. اي فين الايرور ده؟ حضرتك دكتور كاتب سات تايم غلط، حضرتك كاتبهم بالاثنين تي وفض واحده تي بس تبقى كابيتالايز. برافو عليك. يلا بينا ديباج. يلا ستارت اهو. ادي ماي كلوك اهي ابتدت تاخد فاليو 10 و34 و45 زي ما عملنا لها اول مره. رحنا عرفنا السي 2، السي 2 بقى متعرف ايه ده؟ بص عليا سوري. ديبونج يلا ستارت. اوكي اهو قلنا وادي سي 2 بقى فيه الادرس بتاع ماي كلوك. طيب سي 2.set time المفروض ان يتغير مين كمان؟ ماي كلوك بدل 10 و34 و45 تبقى 12 و35 وايه و50. ستيب اوفر كده اهو الماي كلوك اتغيرت بقت 12 و35 و50، لان ايه الاثنين مشاورين على نفس الاوبجكت اللي موجود عندنا. واضحه كده يا شباب؟ واضحه؟ في حد مش فاهم؟ دكتور واحنا ليه لما جينا نعرف سي 2 ما عرفناش زي ما عرفنا سي 3؟ ايه الفرق في البوينتر؟ ما احنا لما بنعرف في البوينتر بنعرف ب one of two option، يا اما ان انا اعرف الاوبجكت او البوينتر ده يبقى بي بوينت على اوبجكت اوريدي موجود، وعشان كده عملنا اللي في سي 2 ده، فبقى السي 2 ده
جواه الادرس بتاع ماي كلوك. فكان دلوقتي سي 2 وماي كلوك الاثنين بيشاوروا على نفس الايه الاوبجكت. ماشي، دي طريقه. طريقه ثانيه ان انا لما اجي اعرف اوبجكت بالبوينتر اعمل ايه، اعمل له نيو واعمل التايب بتاعه. ليه؟ النيو ده بيخليني اعمل ايه، احجز له ميموري الوكيشن لي. بس في الحاله دي الميموري الوكيشن اللي محجوز شغال عليه مين؟ سي 3 بس، ما فيش اتنين شغالين عليه، مش زي اللي موجود عندنا في الحاله بتاعه الايه، في الحاله بتاعه السي 2. في الحاله بتاعه السي 2 سي 2 وماي كلوك الاثنين مشاورين على نفس الفيزيكال اوبجكت، انما هنا سي 3 هو بس اللي مشاور على اوبجكت موجود في الميموري وهو اللي عنده الادرس بتاعه. اوكي اوكي تمام تمام طيب ده بالنسبه للايه، ده بالنسبه للاري. في عندنا حاجة مهمة قوي 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 في الأوبجكت أورينتد بروجرامينج اسمها ديستراكتور. إيه الديستراكتور ده يا شباب؟ الديستراكتور ده يعتبر بالضبط عكس الكونستراكتور. طيب هو الكونستراكتور بيتنده إمتى؟ الكونستراكتور بيتنده لما آجي أكرييت الأوبجكت. الديستراكتور بيتنده إمتى؟ بيتنده ساعة ما الأوبجكت اللي أنا عامله يحصل له دي الوكيشن في الميموري يتشيل. طيب هو إمتى الأوبجكت بيحصل له دي الوكيشن في الميموري أو بيتشيل؟ هنا مثلا اللي احنا شايفينه الكود ده كله، خلاص نسأل دي كده. بعد سطر 125 في حاجة اسمها C1. انا بسال في حد يجاوب عليا في السطر اللي انا واقف عليه ده، في حاجه اسمها سي 1؟ لا لا ليه؟ لان الفاريبل عندنا في البروجرامينج بتتعرف لوكالي. يعني ايه؟ يعني السي 1 دي ليها قيمه واقدر استخدمها فين؟ ما بين الاوبن بريسز دي وما بين الكلوز بريسز دي. براهم مفيش حاجة اسمها C1 أساسا، صح كده؟ طيب ماي كلوك نفس الكلام، ماي كلوك 1 نفس الكلام، C2 نفس الكلام، C3 نفس الكلام. أي أوبجكت بيتعرف في مكان بيتعرف لوكال. كل الأوبجكتس اللي متعرفين هنا متعرفين وبيشتغلوا فين؟ ما بين الأوبن بريسز دي والكلوز بريسز دي. حلو كده؟ جميل. طيب ايه اللي بيحصل لهم بعديها؟ هنا بقى ايه اللي بيحصل لمثلا ماي كلوك؟ بيحصل لها دي اللوكيشن من الميموري، كان محجوز لها شويه ميموري قاعده بتلعب معاهم، الميموري ده هيتشال. هنا بيحصل ان انا بعمل كول للديستراكتور. يبقى انا وانا خارج من الكلوز بريسز اللي معرف فيها الفاريبل بيحصل له ايه؟ بيحصل له ميموري دي اللوكيشن. خلاص؟ طيب لما بيحصل له ميموري دي اللوكيشن ايه اللي بيحصل فعليا؟ انه بينده على الديستراكتور. خلاص كده؟ بينده على الديستراكتور. طيب وهو مين الديستراكتور ده؟ ده فانكشن. ده فانكشن زيها زي الفانكشن بتاعت الكونستراكتور. لكن الفانكشن بتاعت الكونستراكتور احنا كنا بنقول فيها ايه؟ الفانكشن بتاعت الكونستراكتور ما تريتيرنش حاجه ولا ليها بارامترز. اسف، وممكن يبقى ليها بارامترز. بالنسبه للديستراكتور لا تريتيرن حاجه ولا يبقى ليها بارامترز. جميل؟ يبقى لا تريتيرن حاجه ولا يبقى ليها بارامترز. ويسبق وتبقى نفس اسمها، هو نفس اسم الايه الكلاس. يبقى تاني الديستراكتور بتتندى وانا بعمل دي اللوكيشن للاوبجكت من الميموري عندي. طيب شكل الفانكشن عامل ازاي؟ نفس اسم، اسم الكلاس بيسبقه العلامه اللي هي علامه الموجه دي اللي اسمها تلت. خلاص
ما بتريتيرنش اي حاجه وملهاش اي بارامتر. واضح كده يا شباب؟ طب يعني الدستراكتور بتاعنا يبقى عامل ازاي؟ اهو علامه التلت دي او الموجه، اسم الكلاس بتاعي عباره عن ان هو ملوش بارامتر هنا وبس كده. طيب اكتب جواها ايه؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي ايه مع بعض، خلاص. ولان انا ماليش بارامترز فبالتالي ما ينفعش يبقى عندي اكتر من وان ديستراكتور. واضح كده؟ يبقى طالما ان انا ماليش بارامتر ما ينفعش يبقى عندي ايه اكتر من ايه من وان ديستراكتور. طيب الديستراكتور اهو زي ما بنقول بيحصل له كول امتى؟ لما الاوبجكت بتاعي جوز اوت اوف سكوب، خلاص هيروح هيتنسي، فيروح يحصل له ايه؟ يحصل له ايه؟ يتعامل فيه او ينفذ الديستراكتور. تعالوا كده نعمل الديستراكتور بتاعنا هنا، ماشي كده؟ يلا عايزين نزوده هنا يا شباب، عايز ازود ديستراكتور اعمل ايه؟ مين اللي هيمليني؟ علامة الموجة ديت تلت، اوكي؟ هو اسمه ايه؟ كلوك كلوك تايب ومالوش بارامتر وسيمي كولون، بالظبط كده. طيب ما ينفعش اكتب هنا void ولا تكتب هنا void كمان، ماشي؟ مالوش بارامتر يبقى كده. طيب حلو قوي، تعالوا نملاه. دكتور سؤال بس اهبل سنه، علامه الموجه دي موجوده فين في الكيبورد؟ يا ده السؤال الصعب. عارف التاب فين؟ تاب فوقيها اللي هي الرقم اللي قبل الواحد، الشيفت بتاعه. شيفت واحد يعني ولا قبل الواحد؟ فيك في عندك كي في الكيبورد. لقيت، عرفتها، تمام خلاص ماشي اوكي. طيب تعال بقى نعمل الفانكشن بتاعه الديستراكتور بتاعنا دي اهي، خلاص قلنا ما بتريترنش حاجه، يبقى هقول له من الكلوك تايب واحط ده واقول له الايه الكلوك تايب، ماشي كده؟ وادي ده وافتح بريسز واقفله، ماشي. تعالوا نعمل حاجه بس عشان تاكد لنا هو عدى عليها وكم مره وكده. حاجه اقول له هنا سي اوت مثلا، نكتب اي كلمه ام اوت اوف كلاس، انا خارج من الكلاس بتاعي وان ذا لاين، ماشي كده؟ احنا قلنا هي بتتنادى علينا، بتتنادى امتى؟ كل ما اوبجكت عندنا ايه يروح. تعالوا كده عدوا عندنا كام اوبجكت، اهو عندنا هنا كام اوبجكت. في 109 عندنا كام اوبجكت؟ لاين 109 في كام اوبجكت؟ خمسة. ولاين 110 واحد يا راجل، ومايكلوك 1 2. مايكلوك 1 معلش 2. وكلوك تايب ده كده واحد. وسي 3 من واحد. تعالوا نران ونشوف في الاخر هيكتب لنا البتاع دي كم مره. اهو نكبر دي بس كده ونشوف كتب قد ايه. ادي 1 2 3 4 5، الخمسه دول اهم بتوع الاري، دول بتوع الاري، ماشي كده؟ وبعدين عندنا كلوك ماي كلوك وماي كلوك 1، ماشي؟ عندنا ماي كلوك وماي كلوك 1، وعندنا سي 2 وسي 3. المفروض كده كانوا يبقوا 9 مش 8، هو ليه عمل 8؟ عشان السي 2 والسي 3 دول تبع الاري اصلا.
يا راجل يا طيب يا شيخ. لا يا دكتور عشان هما السي السي ومايك لوك ليهم نفس ال. يا سلام الله ينور عليك يا ابني والله. السي 2 والمايك لوك هما الاثنين اوبجكت واحد معايا، بس اثنين مشاورين عليه، انما فيزيكالي في الميموري جوه في عندي اوبجكت واحد فالاثنين مشاورين عليه، فبالتالي عشان كده هنا مايك لوك والسي 2 هما الاثنين واحد، انما مايك لوك 1 ده مختلف وسي 3 ده مختلف، لان كل واحد منهم ليه الاوبجكت بتاعه اللي مختلف عن الاوبجكت التاني. دكتور نعم انا مش فاهم برضو قوي اللي حصل ونعم بها ايه الدستركتورز دي. الدستركتور ده وظيفته انه يتنادى عليه والاوبجكت بيحصل له دي اللوكيشن، خلاص كده. طيب ايه اللي ممكن اكون محتاجه ان انا اعمل بيه دي اللوكيشن؟ عندي حاجات كتير، انا فاتح فايلز وعايز اتاكد انها اتقفلت، وانا كده كده متاكد ان هيندى على الدستركتور، فاقوم رايح على الدستركتور حاطط فيه يكلوز الفايلز دي. انا حاجز ميموري الوكيشن، والميموري الوكيشن ده انا قلقان انه ما يحصلوش يعمل مثلا يخرج من البرنامج وما يتفضاش، فاقوم رايح حاطط الديليت بتاعته في الايه الدستركتور ده، ماشي. ففي حاجات كتيرة بقدر استخدمها مع الدستركتور، وان كانت مش دايما بتلاقي حاجة. يعني ايه؟ يعني اقدر اقولك ان الكونستركتور لازم بنسبة كبيرة تعمله، مش هيديك ايرور، انما بنسبة كبيرة افترض انه لازم يتعمل. انما الدستركتور مش دايما عندي الحاجات اللي تتعمل او اللي تتكتب فيه، ولكن لازم ابقى عارف ليه. لانك لو انت محتاج حاجه تكتبها في الدستركتور مش هتعرف تكتبها غير في الدستركتور بس، واضح كده معايا؟ طيب احنا كمان شويه هناخد حاجه اسمها ستاتيك، هتلاقي دي اللي لازم يبقى معايا دستركتور فيها، ماشي؟ اتفقنا؟ تمام تمام. طيب واضحه كده الدستركتور يا شباب؟ الدنيا سهله وبسيطه وتمام. ها واضح؟ طيب يا رب يوم سهل. عندنا في الاوبجكت اورينتد بروجرامينج حاجه بنسميها نوعين من الممبرز، يا اما حاجه اسمها انستنس ممبرز، زي ايه؟ زي لما بتعرف اوبجكت من تايب الكلاس، وزي ما بتعرف ممبر فاريبل وممبر فانكشنز، دول بنسميهم انستنس. وفي عندنا حاجه اسمها ستاتيك ممبر. ايه الستاتيك ممبر دي؟ الستاتيك ممبر دي عباره عن فاريبل او فانكشن بتشتغل على مستوى الكلاس كله مش على مستوى الاوبجكت، خلاص كده يا شباب؟ بتشتغل على مستوى الكلاس كله ومش بتشتغل على مستوى الاوبجكت. ابسط واكتر مثال بيوضح لنا جدا كلمه الاستاتيك دي او الفكره بتاعت الاستاتيك، لو انا عايز اعرف انا عندي كام اوبجكت من تايب السيركل بتاعتك دي، اعرف ازاي؟ ما ينفعش ان انا احطها في الايه الاوبجكت، لان دي الاوبجكت ده بالنسبه لي كاونت، فانا عايز يبقى في مكان جلوبال بحيث ان انا ابقى عارف كويس قوي في اي وقت ايه النمبر اوف اوبجكتس اللي موجوده عندي، واضح كده يا جماعه؟ يبقى ده نوع من انواع الجلوبال فاريبل اللي موجوده في الايه الكلاس بتاعي. خدوا بالكم لو تفتكروا، انتوا خدتوا الاستاتيك مع دكتورة ترجي يا شباب؟ احنا الحاجة الوحيدة اللي ممكن نكون خدناها في الاستاتيك الاستاتيك اري بس، لا مش دي خالص. استاتيك لا لا لا،
anyway الستاتيك عموما بتستخدم في البروجرامينج مش بس في الاوبجكت اورينت بروجرامينج ودي بتبقى اللي هي كانها جلوبال فاريبل بتعرف جلوبال فاريبل ماشي كده وزي ما بقول لكم هنا انا عندي في الكلاس حاجه اسمها ستاتيك ممبر والستاتيك ممبر ده عباره عن ممبر بيشتغل على الليفل بتاع الكلاس كله مش الاوبجكت طيب تعالوا نتخيل ايه اللي موجود عندنا ده ايه اللي موجود على الشمال ده يا شباب ده احنا حاجه عرفناها قبل كده احنا كنا بنقول عليها يونيفاينج موديلنج لانجويج تقريبا ايوه يو ام ال اسمها يو ام ال اليو ام ال احنا كنا بنقول بنكتب فوق خالص اول حاجه اسم الكلاس بعد كده الممبر فاريبلز بعد كده الممبر ايه فانكشنز طيب لو انا واحد من الممبر فاريبلز او الممبر فانكشنز دول عباره عن ان هم ستاتيك ممبرز بعرف الستاتيك من اللي مش ستاتيك ازاي ان انا اقوم رايح حاطط تحتي خط فاللي تحتيه خط ده معناه ان هو ستاتيك يبقى انا النمبر اوف اوبجكت ده عباره عن ستاتيك ممبر فاريبل والجيت نمبر اوف اوبجكت عباره عن ستاتيك ايه ممبر فانكشن واضح كده يبقى الستاتيك اللي بيخلفها عن الانستنس ان الستاتيك بيبقى تحتيه اندرلايند وان اللي مش ستاتيك الانستنس بيبقى ما فيش تحتيه اندرلاين طيب الستاتيك ممبر والستاتيك فانكشنز ممكن انها تبقى برايفت وببليك ممكن انها تبقى برايفت وممكن انها تبقى ببليك ما فيش مشكله خالص وان كان غالبا بنخليها ببليك خلاص طيب هنا انا رحت عرفت تو انستنس فاريبل او تو انستنس اوبجكت من السيركل واحد سميته سيركل 1 وواحد سميته سيركل 2 وجيت اديت للممبر فاريبل اللي اسمه ريديوس بتاع سيركل 1 1 وديت للممبر فاريبل بتاع اللي هو سيركل بتاع ريديوس بتاع سيركل 2 خليتها 5 بقى عندي ده عباره عن ان هو انستنس ممبر وده انستنس ممبر تاني لكن الممبر التاني اللي هو number of object في الاثنين ثابت ليه؟ انا مثلا كل ما حاجة create object هقوم عامل ايه؟ increment the number of object فيبقى دايما ال number of object هو ده حاجة مش related بالclass مش related بالobject على قد ما هي related بالايه؟ بالclass يبقى دايما المفروض ال number of object ده لو هو بالنسبة لأي object منهم هو ثابت هو أنا عندي number of objects 2 صح كده؟ وبناء عليه برضو يا شباب لازم أخد بالي إن أنا بعد كده لو أنا object عندي اتلغى لازم ال number of objects ده يحصل له إيه؟ يقل صح كده؟ صح يا شباب؟ صح عشان كده الديستراكتور يعني برافو عليك ده احد الحاجات اللي بستخدمها في الديستراكتور اجي الانستنس ده اقوم رايح اعمل له ديكريمنت في الايه الديستراكتور بتاعي ازاي بستخدمه بستخدم الكلاس نيم والفانكشن نيم الارجمنت بتاعه علشان اعرف الاستاتيك فانكشن او ان انا بستخدم الكلاس نيم والاستاتيك فاريبل عشان اعرف الايه الاستاتيك فاريبل ايه بتاعتي خلاص فبالتالي الاندرلاين ده على طول بيبين ايه الاستاتيك داتا والاستاتيك ايه والاستاتيك ممبر طيب استخدم استاتيك ولا انستنس في ناس تيجي تقول لك ايه طب ما يا راجل اسهل على نفسي اخليهم كله استاتيك يبقى كله شايف كل حاجه لا امتى استخدم ده وامتى استخدم ده لما يكون الفاريبل بتاعي او الفانكشن معتمد على instance بتاعت الكلاس يبقى أنا لازم استخدم instance variable أو instance function يبقى لو هو ال variable ده أو ال function معتمدة على ال instance ده بتاع الكلاس يعني إيه؟ يعني أنا عندي ال radius بتاعي ده حاجة معتمدة على ال object ده إن ال radius بتاعه ده واحد
والأوبجكت التاني الريدنس بتاعه 5 والأوبجكت التالت الريدنس بتاعته مثلا 25 وهكذا. يبقى الفاريبل الريدنس أكيد هيبقى إيه؟ إنستنس أهو خلاص. الفاريبل اللي هو مش أو الفونكشن اللي عندي اللي بتحسب الاريا أكيد هتبقى عبارة عن إنها إنستنت فونكشن. ليه؟ لأن هي هتحسب الاريا بيزد على الريديس بتاع الأوبجكت، ملهاش علاقة بالمستوى الأكبر اللي هو بتاع المين بتاع الكلاس. طيب لما يكون الفاريبل أو الفونكشن بتاعتك مش معتمدة على السبيسيفيك إنستنس، زي المثل اللي احنا بنقوله اللي هو number of object، انا number of object هل معتمد على الريديس بتاع السيركل دي او الريديس بتاع السيركل دي؟ لا مش معتمد، هو number of object اول ما بكريت object هيزيد وخلاص، اول ما الobject ده هيعمل له دي allocation هيتشال وخلاص خلاص. وبناء عليه لو انا جيت قلت لك كل سيركل من اللي عندي ليها الريديس بتاعها، الريديس معتمد على السيركل دي، يبقى الريديس ده يعتبر instant variable بتاع السيركل، يبقى ده instant. طيب الجيت اريا ان انت تحسب الاريا، الاريا دي معتمدة على الريديس بتاع الاوبجكت ده، يبقى دي لازم تكون ايه؟ instant function. طيب النمبر اوف اوبجكت اللي احنا لسه كنا بنقول عليه ده مش معتمد على لا السيركل بتاعه الريديس بتاعتها كام ولا الاريا بتاعتها كام، دي معتمد ان في سيركل ولا مفيش، في اوبجكت ولا مفيش. يبقى في الحاله دي لانها مش معتمده على الانستنت يبقى نقدر نعمل لها ديكلير على انها ايه؟ على انها ستاتيك. ماشي يا شباب؟ طيب جميل جدا جدا جدا. بما ان احنا مش بنفهم الا لما ايه نشوف الكود، يلا نكود الكلام ده. في أسئلة؟ طب قبل ما نكود الكلام ده في أسئلة يا شباب؟ مفيش. طيب أنا هنا عايز أعرف الإيه؟ عايز أعرف الـ number of object ده، فحاجة هنا أقول له public وأجي أقول له static. احنا معرفين public تحت، احنا لازم نعرفه تاني؟ لا 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 انا والله ده انا بس، فمعلش انا اسف. انا متعود ولما باجي اكتب كود بعمل ايه؟ بعرف الممبر variables الاول وبعدين الممبر functions. ماشي؟ ولما بعرف الvariable بعرف الprivate وبعدين الpublic. انما لو انا جيت خدت static int يعني دي خليها مثلا number، دي كده مش لازم يعني ده كده صح. ولو انا جيت خدت كده كنترول اكس وجيت كتبتها هنا صح. فاكر احنا كنا خدنا في محاضره ان ايه؟ ان وجود الحاجه فين مش يعني الترتيب بتاع البرايفت والبابليك والكلام ده مالوش ترتيب معين، يعني زي ما احنا عايزين اتفقنا. بس ايه؟ زي ما قلت لك انت دايما بيبقى ليك سيستم انت متعود بتشتغل بيه. فأنا اشتغلت زي السيستم اللي بشتغل بيه مش أكتر من كده خلاص. أوكي كنترول إكس أهو كنترول بي خلاص كده أنا عرفت ده إن هو استاتيك تمام. طيب وحاجي هقول له هعرف فانكشن وخليها برضو استاتيك فانكشن مثلا get او خليها print مثلا number مثلا. again I see out mean number the total is aho kada all number
أونلاين ديلاي. ماشي كده. طيب كده احنا تمام. لو انا عايز اتعامل مع الاوبجكت ده وانيشلايزه، هاجي مش جوه اي فانكشن واقول له من التايب انت انا عندك لوك تايب وحاجه اسمها نمبر ايكوال زيرو. انا كده عملت له انيشلايز بايه؟ بزيرو. طيب جميل قوي. يتبقى ايه؟ انا امتى الكلوك تايب ده هيزيد؟ يعني امتى اعمل له انكريمنت؟ اسف، النمبر ده اعمل له انكريمنت امتى؟ تفتكروا فين؟ ها يا شباب، يا شباب انتوا معايا ولا نمتوا؟ لا معاك يا دكتور. طيب انا دلوقتي الكلوك النمبر ده بيقول لي انا عندي كام اوبجكت من تايب الكلوك تايب، خلاص. امتى اقول له انكريمنت النمبر وامتى اقول له ديكريمنت النمبر؟ هقول له يا دكتور انكريمنت النمبر بعد ما تعمل كرييت للاوبجكت من تايب كلاس دوت. جميل، حلو. فين بقى بيحصل كرييت ده؟ في السيت تقريبا، او في الكونستراكتور. في الكونستراكتور مش في السيت، في الكونستراكتور. جميل جدا جدا. يبقى انا هاجي كده زي الشاطر اروح عندي في الكونستراكتور اهو، مش ده واحد من التو كونستراكتورز، اقول له مين بقى يا عم؟ نمبر ماله؟ بلس بلس. طيب هنا بس، يعني ايه هنا بس؟ مش فاهم السؤال. يعني في الكونستراكتور ده بس ولا في كل الكونستراكتورز اللي عندي؟ لا برضو، لا عشان لو بعت له بارامترز يبقى فيه بالظبط كده اي كونستراكتور تانية اهو. بس كده واضح. يبقى انا ايه بقى؟ ماينس ماينس. سيبنا من الماينس ماينس دلوقتي، تعالى كده هنا قبل ما نروح كده نروح ننده على الفانكشن بتاعتنا اللي هي اسمها clock type، اسمها اظن print number. print number ماشي كده. المفروض تطبع لي عدد الاوبجكتس اللي موجودة عندنا. يلا نروح. طيب ايه مالها static print number دي؟ واحنا عاملين مش كده بتهيألي. بتهيألي كده. طبع لي كام واحد عندي هنا؟ طبع لي الثمانية اللي عندي، وبرضو ما طبع ليش تسعة، ما تنسوش نفس القصة اللي كانت عندنا ايه هنا. كويس، طبع لي ثمانية وما طبع ليش ايه التسعة اللي احنا كنا بنقول عنه. خلاص كده يا شباب، واضحة كده ولا في اي مشكلة فيها؟ انا بس عندي سؤال يا دكتور، في البارامتر فوق حضرتك بقى حطيتها void، لو حضرتك ما كنتش حطيتها void في البارامتر نفسه جوه ساعات بص ساعات كومبايلرز ما بتقبلش انك انت يعني ايه تبقى كانك عامل الفانكشن من غير ما تريترن حاجه، حتى تريترن فويد، وان هي ما يبقاش ليها بارامتر حتى انها تبقى ايه فويد. يعني دي كومبايلر ايشو يعني. فاهم ازاي؟ يعني مش اكتر من كده. خلاص طيب تعالوا بقى يا شباب، لو انا عايز اقلل الايه، اقلل النمبر اوف اوبجكت دي، خلاص كده. طيب هقلل النمبر اوف اوبجكت دي فين؟ هاجي هنا في الديستراكتور. ما انت خلاص انا خارج، انا الاوبجكت بتاعي بيموت، هاجي هنا اقول له ايه النمبر ماينس ماينس. خلاص ماشي.
وتعالوا بقى نعمل حاجة نسي اوت، مش عارف بقى هتشتغل ولا هتضرب. فين يا عم؟ فين سي اوت بتاع اللي احنا كنا حاطينها دي؟ كنترول سي. فين الدستركتور؟ اه كنترول في هنا. خلاص واحنا قاعدين نقل كده الاعداد، ايه الاخبار؟ نشوف بس تديناش ايرور. اهو قاعد يقول لك ايه، ايه اللي بيحصل يا شباب؟ ان هو هنا من بعد ما طلع من كل كلاس يعني بيقل عدد الاوبجكتس. انا خرجت بره النمبر اوف اوبجكت بقى 6، انا خرجت بره نمبر اوف اوبجكت بقى 5، بره نمبر اوف اوبجكت بقى 3، بره نمبر اوف اوبجكت بقى 2، وهكذا لغايه ما النمبر اوف اوبجكت بقى ايه، بقى 0، عشان ايه؟ انا خرجت من كل الايه الكلاس بتاعي. طبعا الكلام ده لما بيبقى بس الكلام ده جوه المين انت مش بتحس بيه قوي، لكن بتحس بيه لو انا في المين باندا فانكشن بتتعامل مع ده. يعني ايه؟ يعني حاجه هنا او كده من الطيب، هي بترتن فويد واسمها ماي بيست، وعباره عن فويد ايه، فويد فانكشن. حلو كده. وحاجة أقول له من الكلوك، من الكلوك تايب سي سي ال كي اوف 5. ماشي ندى كده، حلو كده. وبعدين تعالى هنا سموير اهو، قبل ما نبتدي اي حاجه هنروح ننده مين الفانكشن. احنا سميناها ايه يا اولاد؟ راحت فين؟ راحت فين الفانكشن؟ يخرب عليك. كنت انا هي دكتور المين على طول، كانت سي ال كي تقريبا. ايوه اهي، بس هي لازقه في البتاع دي اهي. ماي تيست اهي، ماي تست. حلو كده. هوفلي يبقى باين بقى الدنيا ماشيه ازاي كده. تعالوا كده وتعالوا ديبوك. كومبايلر قرب ينتحر مننا، هينفجر كمان شويه. اوكي طيب. هنا باين النمبر اهو، النمبرز باين اهي وبزيرو. تعالوا نخش نعمل ايه، ستيب اوفر. هنا المفروض يكتب لي 5 مرات ان انا خرجت، عشان جوه ماي تيست في 5 اهو. ايه اللي حصل؟ شايفين اللي تحت هنا ده اهو، I'm out of class number of object بقى 4، I'm out of class number of object بقى 3، I'm out of class number of object بقى 2، I'm out of class number of object بقى 1، وهكذا. واضح؟ انا هنا جوه التست، ماي تيست دي عباره عن فانكشن، عرفت اوبجكت، فلما راح عرفه الخمسه دول راح عمل كرييت لخمسه اوبجكت وراح زودهم، لان احنا كنا بادئين بخمسه لغايه ما رجعنا لايه للزيرو. وضحت كده يا شباب؟ وضحت الموضوع بتاع الانستنس ده؟ طب دكتور معلش، هو ماي تيست ده اصلا ممبر من الكلاس؟ لا 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 لا، ده فانكشن بس هي البارامتر بتاعها من التايب كلوك تايب، فعمل كرييت لاوبجكت من الكلوك تايب. انا بس بوريك ان ايه النمبر ده ايه، خلاص اصبح بيتحرك عندنا. يعني هنا دلوقتي المفروض بعد ما امشي بالستيتمنت اللي انا واقف عندها دي، النمبر ده الهيدر بتاعه، الهيدر بتاعه موجود في مش موجود في الكلاس فوق؟ لا لا، ده مش فانكشن بتاعه الكلاس، ده فانكشن مش ممبر في الكلاس، ده فانكشن فانكشن عاديه. ماشي طيب. دلوقتي لما نعمل الشويه دول المفروض النمبر اوف اوبجكت عندي يبقى 5. بص كده ستيب اوفر، النمبرز هنا بقت كام يا اولاد؟ اهو في كلهم ماي كلوك وماي كلوك 1 النمبر اوف اوبجكت كام؟
بقت على طول 5 معايا. وفي السي 1 اهو سي 1 اول element في السي 1 النمبر بخمسة، تاني element سي 5 النمبر بخمسة على طول. ليه؟ لان النمبر ده اهو حتى هو كتب لك قبليه ده static member static number فده 5. طيب انا دلوقتي بعد الستيتمنت اللي انا واقف عندها دي اللي هي 127 النمبر هيبقى كام يا اولاد؟ دلوقتي الو انتوا نمتوا ولا ايه؟ ايوه دكتور معلش قول تاني سؤال. تاني سؤال، انا دلوقتي لغايه ما انا واقف انا خلصت لغايه سطر 126 النمبر اوف اوبجكت عندي اهو 5 في كل اللي على اليمين دول اللي انتوا شايفينهم اهو كلهم بخمسة. ليه؟ لان ده ستاتيك. حلو. بعد ما عدي السطر بتاع 127 هيبقى عندي كام؟ هيبقى عندي النمبر ده فيه كام؟ هو المفروض مش هو كده هيتعمل له هيزود 2 يا ابني، هيزود ماي كلوك وهيزود ماي كلوك وهيزود. حاجه ملخبط فيها دلوقتي، هو احنا دلوقتي في لاين 126 هو المفروض اتعمل له كريت لخمسه اوبجكتس في الكلاس بالظبط كده الري. تمام. طب هو دلوقتي كان اول كان في اول كان في 2 الكونستراكتور كان بيزود والديستراكتور بعد ما بيخلص بينقص. فبعد ما يخلص خالص ساعتها بقى هيبقى بزيرو، هيفضل يعني الكونستراكتور هيزوده بعد ما يخلص يفضل ينقصه لغايه ما يبقى زيرو، ولا هيبقى ايه الموضوع؟ الكونستراكتور هو اللي بيزود والديستراكتور هو اللي بيقلل. ماشي واضح. طيب انا هنا لما قلت له في سطر 126 ايه اللي حصل؟ راح نفذ 5 مرات الكونستراكتور علشان دي اري فيها 5، فبقى النمبر بتاعك هنا 5. حلو كده. طيب انا دلوقتي لسه الديستراكتور ما اشتغلش لان الديستراكتور هيشتغل وانا خارج من المين بره هنا خالص. انا هنا قاعد ازود. طيب ماي كلوك هتبقى كمان 6، ماي كلوك 1 هتبقى 7. تعال اهو ستيب اوفر، النمبر زاد بقى كام؟ 7. ولو تلاحظ النمبر اللي 7 ده بيزيد فين؟ في الكل مش في واحد بس. طيب لما انا هقول له على، خد بالك انا قلت له عديت على مين؟ على الكلوك تايب 2 دي، بس هو لسه 7. لما هقول له ان السي 2 بيساوي الادرس اوف ماي كلوك هنشوف كده هيتغير ولا لا زي ما هو 7، لان انا ما عملتش كرييت لاوبجكت جديد. طيب سيت تايم عمل السيت تايم. لما في سطر 131 تتوقع يعمل ايه؟ هيبقى 8. 8 برافو عليك، اهو بقت 8 كلهم بقوا ايه؟ بقوا 8. ال 8 دول بقى هيخلصوا امتى؟ وانا خارج من المين اهو. جيت بقى انا هخرج اقول له كونتينيو بقى عشان يخرج لغايه بره، هيقوم عامل ايه؟ اهو تعال بص بقى ايه اللي بيحصل هنا اهو. النمبر اوف اوبجكت كان 7، دي كانت مكتوبة، وبعدين بعد كده أول ما يبتدي يخرج أهو خرج فداني أم أوت وخرج بقى 7، وبعدين أم أوت وبقى 6، أم أوت وبقى 5 و4 و3 و2 و1 لغاية ما بقى إيه؟ زيرو أوبجكت. وضحت كده يا شباب موضوع الإنستنس ده؟ ها؟ في أي أسئلة؟ إحنا كده خلصنا يا شباب. يعني واضح الشرح بس محتاجة يعني ايه ان احنا نجربها. نطبق عليها شوية، محتاجين نطبقه عليها شوية وان شاء الله تلاقوا الدنيا ايه تمشي فيها. طب ما ده كده والله ايه مفيش كود بس اسهل من ده يا دكتور، بس نجرب عليه الحوار ده. ما انا هنزل لكم الكود ده. لا كود اسهل من ده يعني، بس يبقى مساحته اقل عشان ده كبير قوي، فالدنيا داخله في بعضها شوية. ده كبير قوي يعني، هو بس في تفاصيل كتير بس صح. لو كود اصغر بس ويبقى عليه حوار الانستنس ده يبقى حلو. طيب هشوف كده وانزل لكم، وان كان برضو ممكن هتلاقي قوي في ال ممكن هتلاقي في ال اسمها ايه دي هتلاقي في الكتاب حاجه، في الكتاب هتلاقي في حاجه. خلاص دكتور، هو ده داخل في الكويز؟ يس، يعني
الكلاس من اوله لاخره، ما هو كلاس بس بقى، كويز داخل كلاس بس مش داخل حاجه ثانيه. طيب ممكن هقول لكم حاجه بس لو سمحتوا، لو احنا عندنا اي اسئله في اللي احنا اخذناه النهارده اسالوا، لو ما عنديش اسئله اوقف بس الريكوردينج، بدل الريكوردينج ما يبقى فيه الحكايات بتاعتنا. في اي اسئله في اللي احنا اخذناه النهارده؟ ما فيش. طيب خلينا نوقف الريكوردينج.